نروح لحساب يلا كورة ومصدر ليلا كورة من الكاف. الاتحاد الإفريقي بيعلن إقامة مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا يوم 26 فبراير 9 مساء، والعودة 11 مارس بإذن الله في جنوب إفريقيا. طيب 26 فبراير يعني السبت القادم، لا اللي بعديه، الساعة 9 مساء على ملعب الأهلي والسلام. دي مباراة النادي الأهلي هيستضيف فيها صن داونز في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا. لقاء العودة، وده هتبقى مباراة الجولة الرابعة، هيكون ما بينهم مباراة المريخ والأهلي. المباراة دي هي مباراة مؤجلة من الجولة الأولى، هتتلعب يوم 5 مارس. صن داونز مبدئيا أرسل الكاف إنه عايز يلعب يوم 11 مارس في روستنبورغ. دي مدينة بتبتعد عن العاصمة حوالي 180 كيلو متر، وعايز يلعب المباراة يوم 11، وده هيوافق يوم جمعة. لسه ما حددش التوقيت لأن ده ميعاد مبدئي، لكن يوم 1 مارس هيتأكد التوقيت واليوم والساعة وكل التفاصيل الخاصة بهذه المباراة، لكن ده بناء على طلب نادي صن داونز عايز يلعب يوم 11. ويمكن يكون بص في الجدول لقى الأهلي عنده مباراة مع بيراميدز يوم 8، فهو عايز يلعب يوم 11، لأن الفارق الزمني ما بين مباراة بيراميدز ومباراة صن داونز بنتكلم في 48 ساعة، ورحلة سفر هتبقى شاقة جدا، 9 ساعات للسفر لجنوب إفريقيا ثم التحرك بالحافلة أو الأتوبيس حوالي ساعتين في الطريق البري من جوهانسبرج إلى روستنبرج عشان تلعب على ملعب ريال بافوكينج اللي لعب عليه صن داونز أولى مبارياته أمام الهلال السوداني. ملعب لوكاس موريبي